عادة نسمع بالبيتزا داي، شي نهار خطر عبالنا نفاجئ أصحابنا وعائلتنا بالستيك ساندويتش داي؟ بحلقة اليوم حب الشيف يعرفنا على أطيب الوصفات والساندويتشز المعمولة من الستيك. هاي شيف. هاي ملك. كيفك اليوم؟ بشكر الله. شو ساندويتشز وهيك اشياء؟ ستيك ساندويتش. اوكي. عملنا بتعرف انه بنعمل اوقات عن الايفنتس اللي بصيروا بالعالم. فمثلا في برجر داي، في بيتزا داي، في باستا داي، شوكليت داي، اي شيء. اليوم بالعالم صار في شيء اسمه ستيك ساندويتش داي. اوكي. الاساس تبع ستيك ساندويتش هو فيلادلفيا بامريكا. يعني من اول ولايه فيلادلفيا. ولايه فيلادلفيا بامريكا. بعدها كده انتشرت بالعالم. هلا اكيد كان في شيء بيشبهها قبل مثل روست بيف ساندويتش مثلا بلندن، اما بفرنسا حتى فيها شيء بتشبهها. بس شو بيقولوا هاي الطلعه تبعها طلعت في فيلادلفيا وبلشوا يعملوا ستيك ساندويتش. بعدين بكل الولايات صار في عندك ستيك ساندويتش، كل واحد بيعملها على طريقته. اوكي. بالاخر كل بلاد كمان بعدين اكيد انتشرت من خلال اصلا انتشار الشعب الامريكي بالعالم. انتشرت بتلاقي بعدين هلا بنيوزيلندا في، باستراليا في، بلندن، باوروبا، وكل العالم صار يعملوا ستيك ساندويتش. حتى بلاد العربيه اليوم بتلاقي محلات ستيك ساندويتش موجوده صارت. لانه فعلا طيبه اول شيء. ثاني شيء كانك عم تاكل لحم مع يعني ستيك على ساندويتش سريعه احسن ما اروح اكل. وفيها خضره. في منهم فيه خضره، في منهم فيه خضره. أوكي. حسب كل ستيك شو هي. أوكي. اول وحده هنعملها هي الكلاسيك. هناخذ بصل نعملهم كاراملايزد. اوكي. بدنا نقليهم ليصيروا بيقرمشوا. ايه مع سكر وخل وبقرمشوا. اوكي. ف هي ب 3 ديسمبر كان نوفمبر كان الستيك داي اول ما طلع. ايه هو بتعرف ليه مثلا عملوا انه ستيك داي او شيء من هالنوع؟ هلا مثل كل انواع الاكل بيعتمدوا على الجمعات. بالاخر شيء اكيد صار يمكن صار في تحدي على الموضوع وعملوا ستيك داي انتشر بعدين بالعالم. صح. كل واحد يعمل الساندويتش تبعه. حتى اليوم عم بتلاقي كثير شفيه كبار بالعالم. والله ما بنقول شفيه كبار، عم نحكي خمس نجوم. شوف فيه خمس نجوم عم يعملوا صاروا مثل مطاعم بسموهم براسري. يعني كيف يعني؟ مش خمس نجوم، يعني مطاعم زبطوره فيها ساندويتشز، فيها ستيك ساندويتشز، لانه صارت درجه بكل العالم. اوكي. هن المطاعم شو بيقولوا رتب. كيف يعني؟ بتبلش من الكوفي شوب اللي هو على الطريق لتوصل الى الريستورنت خمس نجوم. في شيء كيوسك مثلا؟ كيوسك بطل العربيه؟ لا هودي بطل، هو صاروا اكثر شو كيس يعني. بس عم بحكي شيء ستاند الون وي من الكوفي هاوسز. اوكي. بيقدموا كافيه اوتوار. لا مش حتى بيقدموا اكل، اكيد بيقدموا شيء خفيف، كيش ما كيش بيقدموا ساندويتش صغير. لا توصل الى مطاعم اللي هن خمس نجوم اليوم يعتبروا شو بيقولوا في عندك ميشلان ستار باوروبا. هدول اللي بياخذوا خمس نجوم ببلشوا نجم نجمتين ثلاثه. اكثر شيء ثلاثه. بس نحن معودين على كلمه خمس نجوم لانه عشان اوتيل خمس نجوم. ايه. فهون ببلشوا المطاعم يصيروا اكيد الفاين داينينج عم نحكي عنهم. بعدين ببلش من البراسيل هو مش فاين داينينج، هو لكل يعني شو بيقولوا كومفورت فود بسمونه، هو اكل واحد بيكون مرتاح ما اجبر ياكل شوكه سكينه في ايده. هو واقف مثلا ياخذ ساندويتش على السريع.